بالنسبه للملتقى ديال اليوم فهو مرحله ديال التقييم جات من بعد واحد جوج مراحل اللي هما داروا في مكناس وفي مراكش. اذا هذا التقييم بين من خلال المداخلات بانه تقييم يعني كان ايجابي على العموم، وكذلك كان كذلك مناسبه باش من وراء هذا التقييم كذلك نديروا تقويم، وذلك في اطار ديال 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 الخطاب الملكي السامي اللي هو خطاب نعتبره تاريخي لانه خريطه الطريق بالنسبه لنا، برامج كبيره منها ادماج الشباب، منها انصاف الفلاحة الصغار، منها كذلك يعني الاراضي السلاليه خصها يمكن لها يعني نستمروها، ويمكن كذلك في واحد الاطار ديال البرامج اللي باش تمشي للفائده ديال ذوي الحقوق، وكل شيء هذا الشيء خصو كذلك نمشيو في واحد الاتجاه ديال خلق واحد طبقه وسطى فلاحيه اللي غادي تكون هي النواه ديال الاستقرار، وهي كذلك تكون قاطره ديال التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه. وشكرا. الحضور ديالنا اليوم كيندرج في اطار تتمه اليوم اللي كان في مدينه مراكش، واللي كيجي هذا في اطار اللي كما عرفتوا كان في اللقاء السابق كان هناك تقييم لاطار المخطط الاخضر، وحاولنا حنا خدينا واحد المده اللي كان فيها تفكير باش نحاولوا في اطار تقويم ونشوفوا بعض المعضلات اللي راه كانت في ظل الانجازات اللي راكم شفتوها وتبعتوها معنا، فكيبان لنا بانه مشروع ناجح، خاصه بان كانت واحد الفكره جريئه ديال صاحب الجلاله نصره الله، وانها داز في ايادي امينه ديال السيد وزير الفلاحه مشكور على المجهودات الكامله التي قام معنا بها لان هناك رغبه. وكيف ما شفتوا فحنا كنحاولوا باش نعطيو واحد نسخه ثانيه للمغرب المخطط الاخضر، وانتم عرفتوا بانه كيبقى واحد انزاز كبير لنا ماشي غير هنا في اطار المغرب ولكن خاصه عالميا بصفه عامه وفي افريقيا بصفه خاصه. اللي شفتوا لانه اللي جا النتائج اللي كنحققها دفعت بصاحب الجلاله نصره الله باش يعاود يكلف السيد الوزير، لان ربما ارتئينا بان هذا سيحل معضله كبيره، والمعضله الكبيره اللي عرفتو دوما نعرف بانه من اسباب بعض الامور اللي ما كنقولوش كتادي للتخلف ولكن اللي كتحدد واحد لو ديزيكيليب هو كتسمعوا ديما على الهجره القرويه. فبالتالي احنا اللي كنشوفوا ارتئينا بان هناك فرص عده، وكتعرفوا بانه القريه دابا اصبحت قريه اللي راها مدينه بواحد الشكل اعلامي، ملي كتلقى واحد القريه اللي فيها كومون دي يعني فيما يخص ان باغابول بوكو دو شوز اللي كيعطي واحد النوعيه ديال العجز بواحد الطريقه. هذا حنا ارتئينا، حنا خصنا نكونوا لان هناك تكييف، هناك طرق لان باش لتحقيق واحد العداله المجاليه وكذا تكافؤ الفرص. نعطيك غير مثال بسيط، حنا بصدد القيام دابا اللي كتعرفوا كاين واحد المعضله، وبحكم الاطار ديالي انا اختصاص فيما يخص اللحوم، فنحن نرتئي باش نقوموا حنا ونحاولوا نحدثوا واحد الفرص ديال الشغل اللي تكون ثابته مع الحفاظ على الفرص السابقه. فكتعرفوا انتم واحد الدائره اللي كتشكل واحد الافه بواحد الشكل، ولكن اللي كتشغل واحد الناس واحد القاعده كبرى هي قضيه الزيزاره في 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 في, في القرى. فهناك ديما اسواق اسبوعيه، هناك هذا النشاط يعني في القرى في المداشر، ولكن اللي بغينا نتعاملوا معاه بواحد الاطار يعني نحافظوا على التراث المغربي ديالنا، ولكن تكون واحد العداله المجاليه في اطار الرقي بهذا الاطار هذا تماشيا مع القانون الجاري به العمل، في اطار احداث اللي كنقولوا دي زاباتواغ موبيل، يعني انا باطواغ موبيل اللي كيتحرك بواحد كيكون عطار شاحنه اللي كيتحرك على مختلف الاسواق المجاوره، تكون واحد الاسواق نموذجيه بهذاك الشكل اللي راه كاين تما. ولكن اللي نقدر نقول لكم اليوم وانتم راه شفتوه راه ناجح، وكان ضمن المشاكل اللي كانت عندنا فيه واللي كان ديما كيعاني منها المخطط الاخضر هو المشكل ديال لا كوميرسياليزاسيون. فبالتالي كنحاولوا منكبين في هذا الاطار هذا باش نحاولوا نعطيه واحد الصيغه جديده، واللي لابد ومن هذا المنبر عندكم هنا كنقولوا ديما وكنندوا بان خص تكون ديما مساعده، وتكون واحد كتعرفوا بان المجال الفلاحي ديما يتطلب مساعده من جهه الدوله، وحنا كحرفيين وهذا مستعدين لاننا لنا رغبه في هذا الاطار هذا، وبغينا نحققوا
ما دمنا في بلد التحديات ووراء رجل التحديات فنحن سنكون إن شاء الله عند حسن ظنه. وشكرا. اليوم كيف شفتوا هذا اليوم اللقاء الثاني بعد ديال مراكش؟ مراكش كانوا هما الهيئات المهنيه هما اللي كيقدموا النتائج ديالهم ديال العشر سنوات اللي بغينا نقولوا على كل ماده مواد ديال اللي كنتجوا. اليوم هذا التقرير جا في الترونسفيرس بالعربيه ما في ترونسفيرس وهي المواد اللي كتجمع كل شيء وهو اللي يمكن نقولوا احنا كمهنيين هذا كيعطينا واحد الامل واحد زدنا واحد الحمد لله راه حنا ما درناش ما غلطناش ملي استثمرنا في الفلاحه ولا في المجال ديال الفلاحه ولا الصناعه الفلاحيه لانها كنشوفوا الافاق افاق مهمه جدا وهو اللي كتشوفوا هذا الري اللي وصلنا له هذا الانتاج وهذا الشيء اللي المواكبه ديال الري مواكبه ديال الاستثمارات من ناحيه ديال لا الفلاح الصغير ولا الفلاح المتوسط ولا الكبير من ناحيه ديال الموارد الماليه من ناحيه ديال الاتفاقيات اللي عندنا مع الدول الاجنبيه هادشي كله كيعطينا واحد الرؤيه وكيعطينا باش نزيدوا للامام وكيف شفتوا راه قطعنا اشواط مهمه جدا حنا كنديو المنتوج ديالنا احنا عارفين كنشوفوا المنتوج كنشوفوا فين وصلنا ولكن هذا يوم دراسي بحال هذا كيعطيك واحد الافاق على كل شيء كتشوف جميع الرؤيه شامله على قطاع الفلاحه ككل. مختار المغرب اخضر تقول مختار لا غادي يوصل ان شاء الله غادي نوصلوها ان شاء الله لان الاكتفاء الذاتي احنا وصلنا له في عدد كثير من المنتوجات الحيوانيه منتوجات السكر احنا طالعين في واحد المستوى غادي ان شاء الله وغادي لقدام عندنا اكثر ونتجنا اكثر عن التصدير مهم هي في الناحيه ديال الحواميد ولا الزيتون عندنا فائض كبير عندنا في الخضار في الفواكه ان شاء الله في الفواكه راه كتشوفوا بلا ما نقول لكم زعما كمستهلك شوفوا الاثمنه والوجود ديالها في الاسواق والاثمنه راها اليوم كنبيعوا بعض المواد بالاثمنه ديال هذه 25 عام 30 عام هذا مهم جدا لان كيعطي واحد الثقه لا للمستهلك ولا للفلاح ولا المستثمر في هذا القطاع هذا. بالنسبه للبرامج الزراعيه الحاليه لن تمس باستنزاف الفرشه المائيه الباطنيه. لا ما يمكنش كاين كنستعملوا اكثريه دابا ولا نستعملوا المياه السطحيه. كيف شفتوا ان وقع لي باراج بزاف هذه القضيه ديال لي باراج ديال عفوا السياسه ديال حسن الثاني الله يرحمه ديال السدود وعطات النتائج ديالها ودابا اليوم كنعرفوا شنو القيمه ديالها. ثانيا وهو هذا التحويل اللي كنمروا منه من الثقال اللي كان بالثقال اللي كان عادي ديال كاش كيسميوه عندنا ديال بالساقيه بالثقال ديال غوت ا غوت هنا كنربحوا يمكن من الا مرينا من الثقال عادي والامثله عندنا موجوده يمكننا نضربوا حتى المساحه اللي كنا كنسقيو يمكن تضرب 10 ملي كنمروا من العادي الغوت ا غوت كنا كنسقيو 10 دكتارات بنفس العدد ديال الماء كيمنا وصل حتى 100 هكتار هذه نقطه مهمه واليوم رحنا شفنا 560 الف هكتار ديال الغوت ا غوت راه ماشي سهله وتحليه الماء البحر راه كيجي من ماء برا كاين هذا الترونسفير وهو نعطي الاحسن مثال هو ديال سايس سايس كان وقع واحد الضغط كبير على الفرشه المائيه والناس بداو كيهبطوا كيحفروا كان يوقع لنا المشكل غادي يوقع لنا بحال اللي وقع في اكادير غادي يهبطوا لواحد الفرشه اللي ما يمكنناش نخلفوها اليوم بهذا الشيء الترونسفير اللي دار وهذا مشروع عملاق كنطلب لكم دوزوا تشوفوا هذاك المشروع اللي جاي راه 5 مليار ديال الدرهم اللي استمرت فيه هذا واحد الترونسفير ديال واحد الماء اللي كان كيمشي للبحر وغادي يمشي لمنطقه سايس وغادي يسقي منطقه سايس وغادي يعطي واحد غادي اولا غادي يخف على الفرشه المائيه وثانيا غادي يعطي واحد المردوديه طالعه بزاف لان الكوتا كوت كيعطي الماء الغرس في البلاصه اللي خصو يكون في الوقت اللي خصو يكون هذا هو المهم جدا في هادشي. بالنسبه للتعاون بالنسبه للتعاون الافريقي شنو وجهه النظر ديالك من خلال هذا التعاون الافريقي؟ التعاون الافريقي سيدنا الله ينصره راه بدا به السيد الوزير زاد كمل
حنا دابا كنطلبوا منك كنطلبوا من المستثمرين اللي معنا اللي في القطاع واللي كيعاونونا باش يزيدوا يواكبوا هذا التعاون، لان حنا استقبلنا ضيوف ديالنا اللي جاوا في المعرض ولا جاوا قاموا بزيارات عندنا وكل شيء، عندهم واحد الثقه كبيره في المغرب وعندهم باغيين يخدموا مع المغرب، خصنا حنا دابا نمشيو عندهم ونزيدوا التكثيف ديال هذا التعاون. وكاين فرص مهمه جدا للفلاحه المغربيه والفلاح المغربي والمستثمر المغربي في افريقيا. مخطط المغرب الاخضر فات الامن الغذائي في جل سلاسل الانتاج، يعني الاهداف المسطره الى حدود 2020 في جل سلاسل تجاوزناها اليوم احنا عندنا ارقام قياسيه في تنشوف مثلا سلسله الزيتون اليوم تنهضروا على اكثر من 2 مليون طن. الحوامض تنهضروا اكثر من 2.5 مليون طن، الحبوب فتنا 115 مليون قنطار، يعني سلسله الحي جميع السلاسل فتنا فيها الاهداف المسطره. وزيد كذلك استاذ انه هذه الاهداف فتناها وباثمنه جد مناسبه بالنسبه ل 34 مليون نسبه مقارنه مع دول الجوار. بالنسبه للبرامج الزراعيه حاليا تنسى باستنزاف الفرشه المائيه. مخطط المغرب الاخضر في الحاله ديالو اليوم تيوفر الماء وتيتمن الماء. اليوم في اطار مخطط المغرب الاخضر غير هذا الشيء اللي كاين، ونظرا لانه من ديما الركائز ديالو هو المخطط المديري للاقتصاد في الماء، فهذا المخطط يوفر اكثر من مليار متر مكعب في السنه، يعني سد كبير بحال نهضروا سد على واد سبو في السنه، دونك راه تيوفر ولكن بضروره الاستمرار في الاقتصاد في الماء، في تتميه الماء، في معالجه المياه العديمه واعاده استعمالها في الفلاحه، في انجاز برامج التحويل، في تطعيم الفرشات المائيه، في حمايه الموارد المائيه من السطحيه والجوفيه من التلوث، هذا الشيء كله. وزيد على انه الاقتصاد في الماء راه ماشي فقط مسؤوليه القطاع الفلاحي، راه مسؤوليه جميع القطاعات. إذن خلف القطاع الفلاحي تيستغل 85% من 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 الماء، راه المستهلك المغربي راه بالماء وبغى المنتوجات الفلاحية، بغى كذلك منتوجات فلاحية. إذن جيسبيغ أنا تنبسط باش تفهمي. ماذا قدم المخطط الأخضر فاتح الصغير على مستوى إيجاد حلول عملية لإشكالية التسويق؟ خص التجميع، خص الفلاح الصغير ينتج ويلقى واحد الوحده ديال الجميع فيها واحد المجمع تيقدم ليه تيضمن ليه التسويق والتثمين ديال المنتوجات ديالو، فيه ماشي يقعد الفلاح ما لقى فين يبيع، خصو يلقى واحد المجمع اللي عنده اليات ولوج الاسواق الوطنيه والدوليه وعنده الخبره التقنيه لمواكبه هذا الفلاح لا عند الانتاج ولا عند التسويق. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.